شباب طلع الكاميرا ابو منصور طلع الكاميرا لا ما طلع ما طلعت والله العظيم طالع في الجدار اللي قدام شوف كلامك هذا راح يدخلك بالجدار اذا طالع الكاميرا راح تطلع هذه والسبب من مناحي الله يعيده من السبب مناحي ان شاء الله جايك تبينا في الابراهيم ذا على خشمي تبينا في النهاية على خشمي مره الحين تقول وطيارته على حسابي مره يجي يصير حفر جوال حفر انت والطواله معه لا ترى معه انت والطواله معه شوف الفرق بيني وبينه انا اقصد انه يوم وجهت رساله له الوازع وجهت رساله قلت انه يروح يغير جو 6 ساعات 10 ساعات ويرجع شوف بينت ما بقلبه اعلام هند اعلامي ذكي هو مو شوف 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 هند خذ اعلامي هذا شوف النوايا يا جماعه تشوفون فرق طيبي عن طيبه هو يبين اروح ما ارجع وانا ابيه يروح بس انه يبر امه يبر ابوه ويقعد عندهم 10 ساعات 5 ساعات يرجع تدري ليه؟ هو ذكي هو يبغى تروح لانك ما في فائده في البرنامج لا انت لك فايده انت لك فايده يا عليان انا اشد صاحب القرار سلطان دويحس بدا يجرحني لا لا لازم في قرار هذا ما لومك والله ليش لا والله ما لومك اللحيه هذه اي واحد الجلوس الكلام واضح شاه القرية يقول الكلام هذا الجلوس حول سلطان دويحش ترى دائرة الخطر بسكوت شاهي حالات البرنامج انا اقول الحين اسبوع الجاي جاهز نفسك بقالة متنقلة ما شاء الله ومناحي تو يزين تو يزين يحطون هاك تو يزين اول ما طار انا مثلي هنا الله يسود وجل هذا اسلم خلاص لا تقول شيء لا تقعد صادق صفك لا لا عكس كذا صفته صحيحه كذا الله لا يزعلوك كل ما اخذ الشيخه وابدا فيها ابراهيم اسمع من الحين باركك على ابراهيم الله يشرك ها ما تعرف الصب هذه من ناحيه بسكوت الشاهي اللي ياكله يمخ مخراسه حليب ايه هذا هنا حط بسكوت هنا صح؟ ايوه يا خالد انا صح خلعت الحليب بعدين وين ما تبغى عطوه والله حره ما نكسعها على دوس الشوال بعد في سكر ترى احنا اربح هذا اربح كسرنا الارض ما تنفع للدار سكر يا ابو ما احب السكر فلان ذي لك صح؟ ولا يسمني ولد عطانا كوار انا المفروض افتح تحقيق كل واحد يروح داخل يجي اساله يعلم سلطان انت بالثلاث لا تسعى اوعى يا ابو ناصر ما شاء الله اوعى تدري سلطان حيودي جاي برا الحريه شوف كل مره عيان ابي مسكوت شاي يا صاحب الاعداد انت بابله لا عطى ظل مفتوح سكر ذا مفتوح مفتوح هذا ما قدر حبه لا اوكي عليان ما في شاي ما في سكر ما حط فنجان وربع ما احب السكر سكر وازع خرج من الكلام تكفى سكر وازع هاي تصلح على اللحن ترى بالي قصيدتك ذي شكرا صاب اللحن جل هذا لا جل هذا زوان صيوان مرسالة جل هذا زوان مرسالة مش مش الليله اللي تستحق قال انتظر ايش اللي اقول الليله اللي تستحق الانتظار انا اول بيت اللي يقول كلهم غريب ها اللي كلهم غريب يدعون ايش اقول لك لبيك يا سلمان حفل المعازيبه على الواقع الثار من طيبته كلهم غريب يدعونها حفل المعازيبه على الواقع اكثر من طيبته كلهم غريب يدعونها من طيبته كلهم غريب يدعونها والله لحنا زعلنا هذا بعد لحنا لحنا حياة شو اسمه حياة جفران يشلها فيها مثل قامة العجادة دق طورة قدامها شياطين انت عافنا عطني لي كوب وين الكواب جاكم الورم عندك كوب فاضي صب لي شاي حلو الحالة شريف خلطة الحين خلطة سوكي ايوه انا اشرح سوكي انا دم النادره ما عليك من الجمهور ما عليك من الجمهور تقول كلام تقول لا انا ما كلام الشاهد عطني لي بسكوت ابكي
صوب لي شوي ذا شوين شوين ولا حمام حماش اللي وين وجود عاوز بسكوت حمرة تبع من بس عاوزني شوي حبة بسكوت ذكي عبعطيك بسكوت حلوي غادي اكل انت تعيدها عندي سكر خلاص عندي حطه في البراد مرة واحدة تبيه حطه في البراد احد هناك ايش راهي بطلها في بعض ما يبغى شيء بل 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 ليه؟ في شيء صار احنا المفروض مسويين براد كبيرة تمسى هذا هو أنا موجود في مرات كبير. لا موجود. تراك في اثنين. تراك مخلي صغير حتى تسير. تراك مخلي حتى تراك كبير. عارف إنه. مرة. شنو؟ الصيادات. يدوب كوب. خمس دقايق. أنا حاط الكوب أصلاً. هذا الربع كلهم جواعة. أنت. زرح جبل. بعد إبراهيم لازم جوع. زرح جبل. أنا صار. سبحان الله بعد إبراهيم لونك سبحان الجوع. ما أدري شنو. توتر. أخي ليش تطويه؟ إذا الواحد أنا بيجوع. لا الضغط النفسي شويه وشده لا ليش طويل البرد موقفك غلط موقف صفه تخالف عليه مش احنا يا راعي السياره يا راعي السياره صف يمين صف يا راعي الشاص اطلع يسار يا راعي الشاص راعي السياره اقعد وكان بدوحه يا خيط خيط على السياره على اسمه ايش الحل هذا راعي الشاص مليان هنجر صدم الرجال ايش طال معك شاص انت شاص معي حق من زعمار شاص سيارة ثانية ها؟ لا عندنا شاص مو عندي عند أخي خلاص طبعا ألف مطر ألبيه الشاص مطري تندرا ايه؟ همشي تندرا تندرا همشي تندرا مرتين هندي؟ تندرا تندرا حتى أني حاط لنا أبيات من إيش يقول ما يندرا مسكوت تندرا تندرا الحمد لله ما في واحد من الجماعة يسمعني ولكن قاعد يقولها بيها كلهم قاعد يسمعونك ما في حد عندي ما ادري عندي عندي هنا تاخذ راحتك يا سلام على طلع قال لي ابيات روح عند انت روح يا كلكم بالاذن بقنا ايوه انا انا غيري تمام وش تسوي يا عبد العزيز بندر انا ما فيش بندر بندر هذا محمد ابو بندر انا حارب لفرقه النيال وش حارب حاول النقاد يدخلون في الموضوع هذا لكن اتعبتهم ايش ادري مدخلوا ما عينوه كذا كل يوم كنت في ماك ماش ماش يا الخبل اول مره بعد مين نفسك تصدق اني حسبت انا منهم هم بكره صح؟ اه نقعد بكره ايش؟ حطينا منهم الله يبيض وجهك يا سلمان ما نقدناهم مام ما نسوي انا قلبي قلناهم بعد ما كنت تبغى تطالب ماما يا زلمه الله يبيض وجهك والله انك فكيت ازمه على ايام كانت مستويه كحلام بس الله يبيض وجهك حق الطابعه والله وجهي تصدق نحسب المسدس والله نحسب المسدس كلكم اخذين انا المسدس قتل والله العظيم والله عندنا يوم دق عند ذاقت اتصال اتصال خذ طرفها يا حليب لا على الطابعه على الطابعه رحت رايح شلون انا قلت مسدس تعرف يا راعي اللي في بالك ايه اللي صنع وبالفعل هذه حقيقة يوم اللي قلت انها مستويه معي والله انها استوت استوت اي على قال واحد يبغى قال على الطابعه كثير يلا عشان مكالمته بس على الطابعه ولا انا قلت مسدس لبيت مو انا بيت انا صح السواد دود بتعكسك معك بالبدايه اي والله تدري متى تدري متى صدق خلاص بعتها بعتها يوم هاشتاج دقوا خلصوا قال غلط والمكالمه مدقوا قالوا غلط يا اخي اللي يدقون مكالمة خلوني حتى اجلسك في المحل ولد شوف يوم رجعت ولد اللي ياخذ اتصال ويكتب في اجابه جالس يكتب نقاط يحس بنقاط مالو محمد نحن جالس يكتب نقاط يحس بنقاط انا اتفكر في نقاط ما مهتم له يوم تفكرت في اخر قد يمكن الجهه الرابعه محمد بندر ولا نقطه قدامه ولد معقوله؟ كان معقول ولا نقطه قال اخطا في الاجابات واخطا حتى في انا اشوف جاب واحده غلط وثنتين وكتب 300 يحس يحس يوم جابوا 1000 اخذت سؤال شريتهم يا انا عارف وقسم شفت السؤال رب البيت ان العيال زين بيقول اشتري اشتري سؤال والله ما اشتري استوت عقب المكالمه والهاشتاج استوت قلت يا واد يلا بشتري بيطلع غلط داري انا عارف حظي بمجرد ال 1000 والله تسوي نفس بعدين عادل تسوي نفس منا عادي ترى عادل والله يا هو يوتر بعدين انا قلت على اسلوبه يوم قال لو كذا لو كذا قلت للشباب ان شاء الله انه صح لان التوتير ذا احيانا يجي يسوق عكسيه قال كذا لو قال كذا لو كذا اخر شيء اخر شيء نحن طعمنا شفت اخر شيء وقفنا انا وعرماني اسر عليه ومحمد الماسري دي ما كان خير يوم قالوا عرماني شفت يوم قلت كذا ترى اللي في بالي اني انا اللي مودع انا طالع خلاص ضارب لنا فيضه والله العلي العظيم من واقفين جنب ثلاثه ما شفت بوس ما ضحك
ما طلع غير خط الصمان قسم بالله يا ريدي كنت احب امسك الخط سيده الدينه والله ما امر احد بس انا شو قلت كذا انصدم ها خليه يتحضر والله العلي العظيم مو قال نوف عدلون ولا اقول كذا انهبلت على بالي انا اللي طالع ايه في البدايه وكذا يوم شفت دمت. بعد رابع جوله شفت حاط نسبك صفر ولا شيء كذا ما ولا الشوب 300 لا قفا ولا اجوبه يعددها حتى الوازع خذها منها وين اي يوم شاف اسمك قال اكيد اللي بيطلع ارد عليه وكذا انك طالع انا بالمناسبه هذه اتقدم بالعذر الوافر لاخت رهف اللي اتصلت وانا صراحه يعني بحكم ان في متصله سابقه اتصلت وجو وكانت وكان واضح من الصوت انها ان السن صغير فما يوم دقت اليوم الاخت رهف الله يجزاها خير للامانه انا ما تفائلت لان انا لي سابقه بهذا الموضوع وصراحه ما فرحت والله اني على اعصابي قبل يوم يجيك اتصال ويقولك المعلومه الفلانيه خلاص تريح لانه خلاص 99% من الاجابه صحيحه ايوه انا اي بالله ف لا ما قدم لنا بالعذر وافر وانا اقدم لك اعتذاري واشكرك اعطيك معلومه ما في شك كل احنا كيف احل الاجابه عجز مخي لازم جايب معك مساكيت شلال انت ايوه لا تدق خلاص انتم تقرون السؤال وعلى طول الاخيره اشتاق لا تمعن بالسؤال لين يقف مخك يقول ما عاد انا ترى انا ترى كذا النظام انا كنت قبل ما اخذت ابراهيم قبل ذا قلت شنو قلت جو الاول جاوبته صح بقعد هو الفزع هو الفزع بقعد اتمزج ايوه بس الاول بوف غلط الثانيه يا عيال غلط فاهم كلمة غلط بوف وجدني اورور جاني هبوط اسمع على خدمه سالفت لك موقفي صار موقف فريق في راسك كذا شوف اقرب شيء ولا بس صدق انا اتشاور مع مخي سامعك تركز مرة أركز بعد السؤال أقرأ أربعة خمس ست سبعة ثمان تسع مرات عين بالخياط وارجع للسؤال الحين شوف أقرب شيء له أقرب شيء أو أقرب اثنين في توفيق ثلاثة الحين بس إنها ترى باقي على ثلاثة يعني بلا ذكاء أنا عندي فراسة إيه فراسة ما سرد يقول شيء عيال هالأيام صار موقف طريف هالأيام البرايم الماضي اتصلت واحدة الله يجزاها خير صغيرة سن وعطتنا الإجابة غلط. إيه. الوكاد. الحمد لله رجعت من البرايم وراح يوم الأحد. وكان يوم الاثنين عندي فقرة مقادير. يوم أخذنا. الاتصال. إحنا مع ريان. وجينا اتصال. يوم جانا اتصال. يوم أنا أكشن. يوم أخذت. ألو الصوت مر علي. الصوت هذا مر علي. إلا رحابي من الرياض. واركض اظهر بالملاس واركض الريان قلت وقف 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 والله العظيم من بالمطبخ اقول لحظه هذه هي اللي دقت على ابراهيم الريان يقول قلت هذا دقت على ابراهيم قال ريان لحظه انت دق على مناحي بالبرايم وجاوبتي الغلط قالت ايه انا اسفه ودي نقاطي يا حليل يلا وجه الله اني ضحكت تبى الصدق عمره 10 سنوات بالضبط ابراهيم لا تصير واحد يعني طلع صغير سن هم ما يدرون ما يدرون وش اللي بيتصل لكن اذا طلعت صغير سن تلقى عنده احد اكيد اي اول يقول ما عندي احد حتى سال عادل هيف قال ما عندي احد ف هي مساعده انت لا تستنجد بواحد عمره 7-8 سنوات كيف يعرف دي ابو 3 سنوات لا اللي بنا الاعداد يعرف لا احنا الاعداد ما يجينا مباشره تجي مكالمه قبل تجينا احنا ايوه بالضبط انا اقصد كذا انا اقصد 7 سنوات غلط. كيف يعرف تحطه متسابق وتحط المشاهد وتحط الطفل في موقف محرج وش الاجابه الغلطه يعني واحد ذكي من اول ما فهم اسمع لك ما شاء الله عليه 7 سنوات يعرف الرقم ودد ما شاء الله الحين يعرفونه بدي اشوف اجرب اول يوم جبتها كلها غلط عندنا الله يبلاش الله يبلاش الخبلة الله يبلاش الله يبلاش الله يا يومنا أحمد مدر الظهر يعرفه تعرفه؟ الله يا يوما مر عليك شيء كذا واجد حاول تكمل أقول لك هي ولا ما هي البيت ده شطر